أذكر أن والدتي رحمة الله عليها يعني احتاجت أن تعمل عمل جراحي، وكنت لازلت بفترة المدرسة. الحقيقة زيارتي إلى المشفى، رؤية دور الطبيب والأطباء يعني جعلني يعني عندي حافز كبير. الحقيقة أنه هذه إن شاء الله بإذن الله ستكون مهنة المستقبل. الوالد يعني كان دائما علمنا أن نكون الحقيقة جديين في دراستنا، مواظبين، نضع الهدف ونحاول الوصول له بالطريقة المثالية. موضوع التحدي بيلعب دور كتير بحياته، والمثابرة والمتابعة، بما معنى إذا حط شغلة براسه لازم يساويها، يعني لازم يساويها مهما كانت صعبة. أنا يعني مواليد 59، نشأت ترعرعت بدمشق. نشأتي الأولى كانت بسوريا، لكن قضيت أكثر من سنتين ونصف أو 3 سنوات وأنا طفل صغير في سويسرا أثناء دراسة والدي، دراسة الجامعية الأولى الحقيقة بسويسرا. الوالد بدراسته بسويسرا الحقيقة كان يعني مثال للجد، مثال للمواظبة والاجتهاد، وهذا الحقيقة أثر فيه كثير. يعني كنا نحن 3 أخوة، أخين، أختين صغيرتين، وأخ أصغر مني الحقيقة، يعني أنا أكبر الأخوة. نشأتنا كانت بجو الحمد لله، جو محافظ، جو ديني، مخافة رب العالمين وتقوى رب العالمين. يعني أذكر الوالد من عمرنا سنوات صغيرة، لازلنا بمرحلة الابتدائي، يعني يأخذنا على المسجد وصلوات الجمعة. فترة العطلة الصيفية كان يسجلنا دائما بفترة دراسة صيفية ولو بفترة جزئية بارت تايم. مرحلة الابتدائي بعدين قضيتها في دمشق، والإعدادي وقضيت جزء منها بمدينة حما، لأنه والدي ذهب مرة أخرى إلى ألمانيا لدراسة المرحلة الجامعية الثانية، مرحلة التخصص، كان مهندس مساحة. بشهادة التعليمية الإعدادية الوسطى كنت الأول على محافظة مدينة حما. أنهيت الدراسة الثانوية في دمشق، نهاية المرحلة الثانوية كنت بالشعب المتقدمة، أو يعني بيسموها الصف النموذجي. يعني جزء كبير من زملائي، يعني نحن كنا تقريبا 38-39 شاب، يعني أكثر من 35 دخلوا كلية الطب.
وهذا أعطاني حافز ل يعني أدخل الكلية وتابع مع زملائي. ودخلت في كلية الطب البشري بجامعة دمشق. دراسة الطب الحقيقة انتهت بسنة 83. أربعة وثمانين إلى 88 كنت الحقيقة أمارس الجراحة العامة. وأذكر وقتها الحقيقة إجا أحد الأخصائيين الأمريكيين تشارلز هوغن، إجا من يعني أمريكا ضمن زيارة ميدانية لإجراء عمليات على مصابين لبنانيين أتوا إلى دمشق نتيجة الحرب اللبنانية. والحقيقة يعني إجراءه لعمليات معقدة الحقيقة أثار في ذهني أنه هذا اختصاص ممتاز، اختصاص جميل نحتاج له في بلدنا. كنت رغبتي دائما أن أكون جراح. ذهبت بال 1990 لبدء تخصص جراحة التجميل. قضيت بأيرلندا بحدود تقريباً 4 سنوات ونصف ضمن مرحلة التدريب الأولى لاختصاص جراحة التجميل واليد والحروق. وبعدين انتقلت إلى إنجلترا بال 94. طبعاً من التحديات الكبيرة صراحةً هو اللغة، لأنه يعني أنا تخرجت من جامعة دمشق، صحيح لغتنا الإنجليزية ممتازة لكن لغة التدريس أثناء مرحلة الجامعة في دمشق ومرحلة الاختصاص الأولى في دمشق الحقيقة كانت باللغة العربية، حتى الأطروحة كتبتها باللغة العربية. طبعا تحديات العمل، لأنه ظروف العمل، طريقة التعامل مع المرضى، طريقة النظام الصحي الموجود في الغرب يختلف عن دولنا العربية. لكن تابعت الاختصاص ونلت شهادة الاختصاص من الكلية الملكية البريطانية للجراحين بال 97. بعدين بدأت الدكتوراه يعني، وكان له يعني من فضل رب العالمين لي الفقر انه يعني انا بديتها بنهاية الـ 1997 ونهيتها بعد سنتين بنهاية الـ 1999 وحصلت عليها من جامعة نوتنغهام في بريطانيا. انا استشاري جراح تجميل ويد وحروق تقريبا من 2004 بنفس المدينة ببراتفورد، مشافيها التعليمية. بنفس الوقت يعني أنا بروفيسور بجامعة برادفورد نفسها منذ العام الماضي، رئيس قسم الأبحاث. أنا رئيس قسم جراحة التجميل في مدينة برادفورد من 2012، عضو بأكثر من جمعية مهنية لها علاقة بموضوع جراحة التجميل. أدرج اسمي ضمن القائمة العالمية للأطباء المتميزين بنشرة هوز هو الأمريكية الحقيقة عام 2000. عملي بجراحة التجميل الحقيقة بدأ بجراحة تصنيع الثدي، بعدين الحقيقة دخلت بموضوع جراحة اليد. بعد جراحة اليد الحقيقة بديت بعمليات واختصاص سرطانات الجلد ضمن اختصاص جراحة التجميل. يعني أنا الحقيقة حاليا معظم عملياتي الحقيقة هي لها علاقة بسرطانات الجلد. طبعا عملي ببرادفورد يتضمن عيادات بأكثر من مشفى، معظمها بتكون بالبي ار اي برادفورد رويال انفيرمري، وبمشفى سين لوكس هوسبيتال كمان مشفى ببرادفورد، وعمليات بالتاكيد. وفي يعني واجب تدريب للاطباء، الاطباء الجدد، واشراف على النواحي التدريبيه. وكوني رئيس القسم يعني احتاج الى يعني اعطاء وقت
أمور القسم الإدارية وتوظيف الأطباء. تابعت وعملت ماجستير في القانون الطبي وأخلاقيات الطبية الإسلامية، عفوا أخلاقيات الطبية بشكل عام، لكن موضوع الأطروحة كان الحقيقة بأخلاقيات الطبية الإسلامية. أخذتها من جامعة هدرسفيلد، عينت أستاذ فخري أونر سينير ليكشر بجامعة ليدز بكلية الطب، وكان المهام الأساسية الحقيقة هي تدريب طلاب الطب بالذات المرحلة الأخيرة السنة الخامسة، هالكلام من 2009 تقريبا، تدريب الطلاب وأيضا اختيار طلاب اللي بيخلصوا المرحلة الثانوية. الطلاب المدارس انتهوا من المدرسة بدهم يسجلوا على الكليات، يدخلوا كلية الطب. أنا كنت ضمن لجنة اختيار الطلاب الجدد لكلية الطب. وفي أبحاث الحقيقة عديدة أنا بقوم فيها بجامعة برادفورد بقسم سرطانات الجلد، نشرت بيبرز أوراق عمل كتيرة يعني تتجاوز الخمسين 55 ورقة عمل بمختلف المجالات، سواء بجراحة التجميل أو بمجالات تاريخ الطب بالذات تاريخ الطب الإسلامي. أنا الحقيقة للفخر والشرف أن أكون رئيس تحرير مجلة الجيبيمة اللي هي من الجمعية الطبية البريطانية الإسلامية، أيضا عضو تحرير بمجلة الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي. نحن هون جراحة التجميل الحقيقة في الاختصاصات أو اختصاصات فرعية كثيرة، يعني الجراحة المجهرية، جراحة العنق، جراحة التشوهات الخلقية، جراحة اليد، جراحة سرطانات الجلد، جراحة تصنيع الثدي، هي كلها جزء من جراحة التجميل. النطاق الطبي يعتقد أنه جراحة التجميل هي الجراحة الكوزمتيك سيرجري اللي هي جراحة شد الوجه أو شد البطن أو تصغير الصدر أو تكبير الصدر. الحقيقة يعني هي لا تمثل أكثر من 5% يمكن من جراحة التجميل على الأقل الممارسة في بريطانيا. يعني جراحة التجميل عملية تعطي الإنسان الحقيقة الرضا بالنفس، لأنه بالنهاية يقوم بشيء يشعر بالسعادة أنه يعني أنقذ حياة مريض أو قام بإعادة الوظيفة للعضو بالذات اليد. يعني يأتيني كثير من بطاقات الشكر ويعني good feedback، يعني المرضى ممتنين، يعني هذا بيزيد من يعني شعور الإنسان بأنه يعني عمل شيء إيجابي. His behavior is very professional. He is very enthusiastic to patients and so takes the treatment of patients very serious and offers them the best treatment that we can do. He's very, very hardworking. He is also very, as I said, very friendly in approaches, helping doctors of all ranks, of all levels, and plastic surgeons. His knowledge, of course, is great for the field of work we have to hear together for about skin cancer. كان لي الفخر أنه أكسب مودة واحترام زملائي سواء من الأطباء أو السلك التمريضي أو حتى الأطباء اللي مندربهم، ومعظمهم الحقيقة من الأخوة الإنجليز، الشخص العربي الغير بريطاني، الشخص المسلم يعني ليس بدين أهل البلد هنا، يعني يجب علي أن يبذل جهد مضاعف ليثبت نفسه الحقيقة. Prof. Al-Ghazali is a lovely person.
It is such a pleasure to work with him and to he's really I find the right word. He's excellent. And also he's always been helpful whenever I needed his help. I wanted to know his opinion about the patient. He never said no to me. He's always been there. من التحديات الأخرى الحقيقة بالغربة هو موضوع اللغة، وخاصة يعني اللغة العربية بالنسبة للأطفال. وجدت وعدد من الأخوة الحقيقة أنه لابد من حل هالموضوع بإنشاء ولو مدرسة أثناء فترة الويكند، أثناء من سميناها مدرسة يوم الأحد الحقيقة. المشروع الجوهري اللي احنا كنا عملنا فيه مع بعض هو مدرسة اللغة العربية. دكتور شريف كان هو اللي في الدرايفر سيت، يعني هو اللي قائد السيارة بصراحة. وتم الحمد لله بفضل الله إنشاء المدرسة تقريبا في 2004-2005، ومن ساعتها مستمرة بفضل الله. كانت الأول تخدم الجالية العربية، بعد كده بدأنا تفتح لأن احنا نتقبل أطفال من الجالية الباكستانية اللي هم الإخوة الإشيان. من صغرنا بابا هو يعني عمل مدرسة عربية اسمها برادفورد عربي سكول، وكان يدوب أنا وأخوي وكم من أصدقاء مع بعض، وكبرنا وكبرت المدرسة. البيت هذا كنا ممنوع نحكي بالإنجليزي، كان دائما نتحدث بالعربي. هيك بازلوا جهد كبير ماما وبابا إنه على الحكي العربي، وعملت يعني كملت الـ GCSE والـ A-Level تبعي بالعربي. وماما وبابا شجعوني بهذا الموضوع وكانوا يقعدوا يذاكروا معي كمان. المدرسة يعني بفضل رب العالمين نالت عدة جوائز، نالت الميدالية الفضية والذهبية في بين المدارس اللي بسموها supplementary schools، يعني اللي هي مدارس يوم الأحد. هو very very active، يعني بصراحة very active في كل شيء، يعني ما شاء الله عليه. هو شخصية محترمة جدا، متعاون، خدوم لدرجة لا حدود لها. يعني انت لما يعني سبحان الله، يعني ربنا يجازيه كل خير، لما بيعرف ان حد مثلا في المستشفى مثلا جاله اي وعكه ولا اي حاجه، يعني بيكون من اول المتسارعين ان هو يزوره في المستشفى. يعني الواحد يتمنى ان هو يوصل له لدرجه الخدمه اللي هو بيعملها للجاليه، وفي نفس الوقت انتشاره وافكاره. بعد انطلاقة ثورات الربيع العربي فكرنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية يوركشير السورية. هدفها الأساسي هو يعني صحيح ربط الجالية السورية ببعضها، سواء منها القديم أو الحديث، لكن الأساس هو مساعدة السوريين والعوائل الجدد بالتأقلم مع المجتمع البريطاني. الأمر الآخر الحقيقة اللي ساعدنا فيه على موضوع على مستوى بريطانيا هو ربط الجمعيات الاجتماعية والجمعيات الخيرية السورية يلي تم إنشائها خلال فترة العشر سنوات، ربطها في شبكة واحدة. لذلك كان لي الفخر الحقيقة يعني اعتز بهالشيء أنه كنت من مؤسسين بسنة 2017 سكان يو كي، سكان اللي هي شبكة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية السورية في بريطانيا. نظمنا زيارات ميدانية إلى الأردن وإلى جنوب تركيا، بالذات منطقة الريحانية. بالفترات الأولى، المراحل الأولى، كنا الحقيقة قمت بعمليات عديدة سواء بعمان أو بالريحانية.
أنشأت موقع، أذكر أنشأت موقع على النت اسمه Islamic Medicine Online. اجتمعت مع بعض الأخوة اللي بتجمعوا نفس الهواية موضوع تاريخ الطب الإسلامي، وأسسنا جمعية اسمها الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي إشم. أنا أحد أعضاء تحرير هيئة المجلة. أنا أفتخر ويعني من فضل رب العالمين أني كنت أحد مؤسسين في 2013 الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية بيما، وكنت رئيس الجمعية من 2017 إلى 2022. هدفها طبعا رعاية الأطباء المسلمين وطلاب الطب المسلمين، نشر التوعية الصحية للجالية الإسلامية بشكل عام وبالذات من خلال المسجد. لي الفخر أن أكون أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة في مانشستر. طبعا قمت بتأليف بعض الكتيبات والكتب الصغيرة، إحداها كانت حول معجزة القرآن الطبية أو لفتات طبية في القرآن الكريم. إحدى الأمور الأخرى الحقيقة هي موضوع الصحة والإسلام، رمضان وفوائد رمضان الصحية. زوجتي الحقيقة من سوريا، وفي قرابة مع أهل الزوجة. استمرت فترة خطبتنا فترة طويلة الحقيقة، أكثر من 4 سنوات ونصف، وهذا جعل يعني إلى حد ما جعلنا يعني نتشارك خطط المستقبل. الحمد لله رب العالمين، بعد سنة ونص من زواجنا جانا زاكي. زاكي مواليد نهاية الـ 93، سنة على التمام كمان اجتنا طفلي سلام مواليد الـ 95. صار عنا زاكي وسلام، تفرغت لألون تفرغ تام. بعد 6 سنين الحمد لله جانا عمر مواليد الـ 2001. قررت زوجتي جزا الله خير الحقيقة، وهذا كان قرارة بشكل أنه يعني لن تستطيع أن تكون تؤدي عملك طبيبة بيطرية، مع أنه يعني العمل في بريطانيا بهالاختصاص كتير مطلوب، لكن يعني فضلت أن تضحي من أجل الأطفال. حياة من جميع النواحي جديدة، لغة جديدة وناس جداد وأصدقاء جداد وتحديات كبيرة، بالإضافة لعمل شريف المتواصل، عمل شريف الطويل، ساعات طويلة من المناوبات، ساعات طويلة من الدراسة. أنا كانت يعني واضحة، بس يعني مع الزمان والتعاون أنا وشريف والدعم الحمد لله قدرنا نتخطى هالمرحلة هاي. هو أحلى شيء بحبه من بابا إنه هو عطوف وحنون، وإنه يعني دائما يعني هو يعني I can rely on him دائما لكل شيء. كل سبت بنجتمع كعيلة وبنتغدى كلياتنا مع بعض وبنحكي وبنتسلى مع بعض. هو أنا بقول أكثر وقت بقضيه إنه بهذا البيت، إنه مع بابا وأسرتي. عندما يعني يأتي للشخص أحفاد يعني يزيد من جمال الأسرة، كأنه الإنسان سبحان الله يعني بحبه لأحفاده أحيانا يعوض ما نقصه من الوقت اللي عطاه لأطفاله. يعني يمكن حاليا أحظى بوقت أطول مع أحفادي مما يمكن صراحة مع أولادي. من فترة إلى أخرى نسافر خارج البلد سوية، ونعتبر يعني هي مناسبة لنكون مع بعضنا الحقيقة. هناك ولو قليل من الوقت يعني دائما حب أن أقضي بحديقتي، عندي حديقة الحقيقة. يعني أشعر الإنسان أنه يعني ضروري أن يفرغ ضغوط العمل بالخروج إلى الطبيعة.
كنت دائما اطلع عليه واطمح كوني مثله ويعني ادرس وحتى يعني اشتغل على حالي بس بشان انه يعني ورجيه الهارد ورك اثيك اللي هو يعني ورجانا اياها من طفولتنا انه نحطها بحياتنا نحن. يعني الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا لعبادته، لإعمار هذه الدنيا، لنشر رحمة الإسلام في كل مكان، سواء في البلاد الإسلامية أو بلاد غير الإسلامية. علينا أن نكون دوما إيجابيين مهما طال فينا العمر، يعني نزرع الخير مهما استطعنا.